السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيده الدار سلسله اصدقاء الحاجه فاطمه. ومع الاخت رابعه اللي غادي تقدم لنا مربى ديال الرمان. نخليكم على المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. رابعه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. غتصوب لنا مربى ديال الرمان. ديال الرمان ان شاء الله، مربى ديال الرمان ان شاء الله. اييه يلا قولينا الطريقه بما انك انت خلطتي. نص كيلو ديال الرمان، نص كيلو ديال الرمان فيها سميتو، راه درت ليه السميده حيت على حسب الترطيب باش تذوب ليا. راه هي باينه بلاتي نشوفوها، ها هي في الاسفل كتبان. حسب الضيق الوقت 115 غرام. درتي 115 غرام اللي درت ديال السميده. والكميه ديال الماء؟ الكميه ديال الماء تقول سميتو 50 غرام. 50 مللي. 25 غرام. 25 مللي. 25 مللي. بلاتي راه كاين ما بوحدو، راه سوائل. سميها السوائل 25 مليمتر. يلا هادي درت الماء قد هكا، يعني ربع، يعني هاد الكاس، يعني ربع كاس العنبه. ربع كاس العنبه اللي درت فيه. وتنسي ما الراس ديال المعلقه ديال القرفه. راس معلقه ديال القرفه. راس معلقه ديال القرفه. هادو هما كل المقادير. هادو كل المقادير. ورقدتو باش يرطب ليا باش نطحنو ان شاء الله. شحال رقدتي مده؟ رقدتو شي 4 سوايع دابا. 4 سوايع. مده 4 سوايع دابا، حيت هو من الاحسن كاع يبات. يبات من الاحسن. دابا غنطحنو ان شاء الله. يلا بسم الله. الماء اللي كتشوفي راه ديال السكر ماشي الماء ديال شوف. دابا قلتي ليا فاش كنتي كطحني راه هذاك الماء ديال السنيده. حيت انا غير بليت السنيده هذاك ربع الكاس، غير بليت بيه السنيده باش تذوب ليا. وتبارك الله بان بالماء كثير. كيبان دابا حيت هذيك السنيده ذابت. تبارك الله على ربيعه. دابا غنصفيو. دابا غنصفي ان شاء الله، وراه ما كيتعطلش في الطياب دغيا. دغيا كيوجد اللي بغى يدير كميه مضاعفه. ربيعه يديرها سمين، يدير مقادير، يدوب المقادير. يدوب المقادير باش اسمحوا. معلقه نجيوك معلقه. كيبقى داك العظمه ديالو كلهم الفوق. خاصه دابا دابا الكونفيتور ديال الرمان بعد ما درتيه على العافيه. هو درتو دابا غيغلى ان شاء الله. ملي غيغلى غنبقى نحرك فيه شويه ودغيا كيطيب. هو ملي غيتجمع صافي. هو غنشوفهم بعد ما يغلى ان شاء الله. ملي غيغلى ان شاء الله ملي غنبدا نحرك فيه ويجي الكونفيتيره. هو انت غلى ها هو غنحرك فيه. غتبقى دابا تحركي حتى ينشف. غنحرك فيه واحد شويه ودغيا كينشف. عرفتي دغيا كينشف دغيا. يلا يجي لي صعيب يجربوه في الرمانه وحده، كتخرج نص الكاس. نص كاس. نص كاس ويجربوا فيه عادي ضاعف الكميه. يلا عادي دير داكشي اللي سميتو الا ما الا خايف منه. عادي كيولا مع الاضاءه هنا شويه سيئه ما كيبانش. هو اللي كيتجمع مابقاش هذيك الماء لقيت الماء وداكشي. باقي غتزيديه مازال باقي غنزيد ليه واحد شويه صافي. يلا نخليه ونرجع ان شاء الله. يلا عقمتي القرعه ربيعه. حبيبه عقمتهم كلهم. دابا وجد غنشوفو. ورينا القوام ديالو. حتى لغد ان شاء الله وتشوفي كي غيجي لك. تيجي زوين. كتخليه ليله كلها. كل ليله باش يبرد. كيبرد داكشي وتاكليه وتشوفي كي غيجي. تبارك الله عليك ربيعه. ربي يخليك. اختي نجوى بارك الله فيك.
الله يحفظك ويحفظ لك وليدك. امين. كي دابا كيخرج هاد كيخرج هاد الكميه هادي نص كيلو نص كيلو حيت الرمان فيه بزاف الماء اللي كديري طيب داكشي راه تبارك الله عليك. ومن الاحسن هاد نفسي يتحبس فيه عرفتي من الاحسن اكثر يا الا ما بغيتي كاع تستعملي دابا مده شهر او شهرين واكثر غير قليل، ولكن الا ما حليتيها تبقى هذيك النفس هذيك السخونيه تبقى فيها ما تحلاش تبغي تستعمل ما كيخسرش. كلكم تبارك الله عليك ربيعه قالت لكم ما دابا هاد شويه واش تاكلوا هي واش كنا دايره لك هادشي الا ما قدكش ندير واحد اخر نجيبو لك صافي اللي عجبك دابا قالت لك هادشي راه ما قلناهاش الرمان ما موجود هذه هي مشكله دابا لا الرمان هذه وقيتها ولكن جا في النهايه كاين في المارشيات الكبار دابا فين بقى دابا حيت صافي النهايه ديالو خاصني نمشي للمارشي كبير هما في اسمي تربي خلي تبارك الله عليك ربيعه الله يعاونك الله يحفظكم يا ربي يخليكم تنتموا. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.